بون السلام عليكم. صح كيما شفتوا ديجا البريباراسيون وين في تونس كانت لانطونس طالعه بزاف سيغتو كوتي فيزيك. كنا نخدموا وصلنا حتى نخدموا 3 سيونس بار جور. هذه لازم 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 تخدم هكاك سيغتو من الكوتي تاع الفيزيك. سي فري سوفرينا تعبنا وكلش، مي هذا كاع نلقاوه كيما نقولوا في لا سيزون في لا شامبيون ان شاء الله نكونوا حاضرين 100% ان شاء الله. الحمد لله احنا اي لاعب يجي لا بلي بار دي جو اللي جاوا دخلوا في الجروب باسكو احنا عندنا جروب ولاد فاميليا دي صافي دي زون ولا 3 زون الجروب برسك غير هو ميم اللي يجي يتاقلم بالخوف سوا لي جان سوا لي اللي جوا اللي جدد تما برسك كان تعرفوا بعضنا سيختو لي جوار تاع فوتبول اي واحد يعرف واحد كاين اللي يلعبوا مع بعض وكلش احنا نسهلوا لهم ماموريه احنا ماذا بينا كيما نقولوا الحاجه اللي تزيد بليس الفريق رانا يد واحدة عندنا اوبجيكتيف واحد لازم نكونوا يد واحدة لازم نكونوا خاوة وخاطر باسكو تحبوا ولا تكره رانا عايشين هنا لي جوار بعضنا اكثر من اللي رانا عايشين مع العائلة تاعنا اللي جا مرحبا به وان شاء الله نقدموا الاضافة للفريق. دوك ما يخفالكش باللي اي فريق دوكا يستنى الفريق تاع شباب بلوزداد باش يعرقلو باسكو دخلنا في تاريخ 3 سنين كونسيكيتيف شامبيون ما راهي سهلة دوك ما راحش سيختو هذا العام ما راحش تكون سهلة راح تكون صعيبة بزاف بالك على العوام اللي فاتوا باسكو فرق كامل تستنى في فريق شباب بلوزداد وش راح نقول لك حنا دوك اللي جو الكونكيرونس هذه مليحة للفريق الفريق يستفاد منها دونك المدرب هو راهو يشوف وهو اللي يعرف المليح واللي ماشي مليح حنا ليسونسيال نكونوا جروب واحد خمو في اوبجيكتيف واحد اللي هو ان شاء الله نروحوا بيت في لا شامبيونز ليغ وسيرتو في الشامبيون ان شاء الله علاش لا نزيدو ندخلو في التاريخ الانسان يخدم ويخلي له شو عند المدرب حاله بدنيه جيده بالعوده من التبص اللي كان ناجح بدون اصابات بدون اي مشاكل ثم مجموعه ما شاء الله باللي كانوا باللي جا ثاني الحمد لله كما قلت كان ناجح ما شاء الله بيان سو كما قلت المجموعه كاين جديد وكاين تسمى القديم حنا نعرفوا بعضنا ما ملي جا جديد كنا نعرفوه من قبل وان شاء الله نعاونونا ونزيدو نحافظوا على اللقب ان شاء الله. التحضيرات كما قلت جيده كاي مباراه تسمى المباراه الاولى تحنا نلقاو فيها شويه صعوبات وان شاء الله نحققوا الفوز بيان سو المنافسه هي اللي حتخلي اللاعب يقدم تسمى الامكانيات تاعو يقدم الافضل للفريق ان شاء الله.